ما تتعرفوا هذه المباراة هذه ودية تدخل في إطار الاستعدادات ديالنا بكأس العرب اللي إن شاء الله غادي تكون بالعربية السعودية من 19 ل 29 يونيو. اليوم وقفنا على اللائحة النهائية اللي غتخوض الغمار ديال المنافسة، مباراتين وديتين مع منتخب جزر القمر، مشكور على المجهودات اللي قدم، عنده بعض اللاعبين محترفين في الدوري الفرنسي، فتنظن انه كان محك للدراري خصوصا الدراري الجداد. تنتمنى اننا نمشيو في احسن الجاهزيه ديالنا باش ان شاء الله نمشيو ندافعوا على اللقب ديالنا الى كتب ربي في السعوديه. وكيف مشي الحمد لله الاستعدادات غدا على قدم وثاق باش نمشيو ان شاء الله للسعوديه العربيه باش نحافظوا على اللقب. كما كتعرفوا تحقيق اللقب صعيب ولكن الاصعب هو الحفاظ عليه، وهادشي علاش المدرب هشام دقيق وضع خطه ديال مباريات وديه مكثفه كيفما شتي. لعبنا البارح ولعبنا اليوم وغنلعبوا ان شاء الله ضد موريتانيا الاسبوع المقبل. الحمد لله حنا عارفين المسؤوليه اللي علينا وعارفين المهمه غتكون صعيبه وصعيبه بزاف، وهادشي علاش كل مباراه كنحاولوا نطبقوا التعليمات ديال المدرب وكنستعدوا مونطالمو باش نكونوا ان شاء الله على اتم الاستعداد. كنحمد الله ونشكره على هذا الفوز، الفوز الثاني على التوالي ضد منتخب ديال جزر القمر. الصراحه خدمنا واحد لوتين مع السي هشام بالضبط في هذه المقابله هذه، الحمد لله استطعنا نحققوا بعض النقاط ومازال خاصنا نخدموا نقاط اخرى ان شاء الله، وهذا الشيء هذا كيجي في اطار استعدادات المنافسه ديال كاس العرب اللي غتقام ان شاء الله في السعوديه في هذا الشهر هذا ان شاء الله. الحمد لله حنايا كنتعتبروا حاملين اللقب، ان شاء الله كنتمناو باش نحافظوا على هذا اللقب هذا النيت ونتوج المره الثانيه على التوالي بهذا الكاس العرب. وكما قلت لك حنا في اطار الاستعدادات، مازال عندنا مقابله ان شاء الله امام المنتخب الموريتاني الاسبوع المقبل. كنتمناو من الله نكونوا في على استعداد نستعدوا مزيان ونكونوا في ونشرف المغرب احسن تمثيل.